أيام تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية، وأمنيات وأحلام للمصريين، ومشاكل لا تعد ولا تحصى ستقابل الرئيس القادم. فمصر تواجه مشاكل رئيسية لا يمكن التقدم خطوة واحدة نحو طريق المستقبل قبل أن تجد لكل منها حل، كمشكلة نهر النيل ومشكلة الغذاء والطاقة. أول مشكلة زي ما ربنا قال في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الدنيا تشتغل والأمور تمشي وكل واحد ياخد حقه. حوض النيل وأثيوبيا لازم كلها في خطة الرئيس ووزرائه وحكومته، مش هينفع أي كلام غير ما نأمن حدودنا برا. الشعب المصري لا يبحث فقط عن بطل، بل يبحث عن أمل لينتشلهم من بحر الفقر وكل هذه الأزمات الطاحنة التي تضرب البلاد، مثل مشكلات الغذاء والمرور والنظافة واستمرار العشوائيات ونسبة الأمية الكبيرة. فوفقا للدستور الجديد، نفقات التعليم والعدالة الاجتماعية والصحة نصف الدخل القومي، ولا توجد موارد تغطي كل هذا. فالمرشحين للرئاسة يقدمون البرامج والوعود، وطريق الرئاسة ليس مفروشا بالورود، والمواطن ليس لديه إلا أن يقول فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون. مشاكل عايزينها تتحل، أهم حاجة الأمن في البلد، وبعد كده أشوف الناس معدومة الدخل اللي تعبانة، أصحاب العيال والأسر، ناس ما لهاش معاشات ولا مرتبات. إحنا بنبيع يوم مثلا ويوم ما فيش، بنعيش إزاي يعني؟ هنعيش إزاي بعد أعوام عجاف من الاحتجاجات والاعتصامات والمشاكل الجمة؟ ينتظر المصريون الرئيس القادم ليحل كل هذه المشاكل. فلسان المواطن المصري يقول ما مضى يكفي. فهل بالأيام القادمة ستحقق آمال المصريون أم القادم أدهى وأمر؟ محمد سعد.